السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد سامي. حلقة النهاردة حلقة مختلفة خالص، يمكن تعتبر أول حلقة هنتكلم فيها عن بايكات ياباني. موتوسيكلات حاجة تانية خالص، حاجات فواكه بقى، حاجات استوكات، حاجات مش ملعوبة فيها، حاجات جاية شرعي، مش حاجات مثلا جاية عاملة 100,000 كيلو وناس لعبت في العدادات ورجعتها مثلا 10,000 كيلو أو 5,000 كيلو، لأ حاجات احنا جايبينها على وضعها، مفيش اي لعب. راجل صديقي صاحب الموتوسيكلات ده بصراحة راجل محترم جدا، ما بيلعبش في الحاجة، بيجيب الحاجة ستوك على وضعها، لا بيلعب في عداد ولا مثلا يحل تانك فيه خبطة ولا حاجة متجرحة او خربوش او اي حاجة ويروح مثلا يدهنه والكلام من ده، لا قال لك انا جبت المكنة على وضعها هبيعها على وضعها. المكنة لو جاي فيها عدة او مفاتيح مش هشيلها. مكنة حالة شاذة زي الموتوسيكل اللي قدامنا ده، موتوسيكل محترم جدا، هورنت 2006 600 سي سي، حالة زي ما انتوا شايفين بعينيكم. انا بصور لكم عشان تشوف الحالة، موتوسيكل ستوك فعلا، مفيهوش اي لعب، اي لعب نهائي، من افضل الموتوسيكلات اللي موجودة في السوق المصري. الموتوسيكل الهوندا الهورنت، ناس يعني بتحب الموتوسيكل ده لانه موتوسيكل عملي. طيب اتفرج على الموتوسيكل اللي قدامك ده وشوف الحالة بتاعته وقول لي ايه رأيك. حالة بصراحة حالة محترمة جدا، الراجل ده هيجيب موتوسيكلات الفترة الجاية، موتوسيكلات زي ما انتم شايفين الحالة دي كده بالظبط، في موديلات غير ده وغير ده، في موديلات كتيرة. واهم نقطة عجبتني في صاحب الموتوسيكلات دي اللي هو منزلها من بره، ايه النقطة؟ الموتوسيكلات دي عامة كلها افراج جمركي، لسه استيراد، لسه محدش ركبها في مصر، موتوسيكلات ستوك محدش ركبها في مصر حرفيا. ايه اهم نقطة؟ ان هو قال لي انا مش هلعب في اي موتوسيكل اجيبه، مش هلعب في عداد ولا العب في شغل، لا انا هسيب الموتوسيكل زي ما جبته زي ما هبيعه. الموتوسيكل لو جاي فيه عده او البايك جاي فيه عده هسيبه زي ما هو، مش هلعب في اي حاجه. لو تانك جاي فيه خبط او فيه خربوش مش هاخده وادهنه ولمعه الكلام من ده، لا انا هسيب الحاجه السك زي ما جبتها. طبعا دي اهم حاجه، لان اهم حاجه الثقه والامان. مش هروح اجيب موتوسيكل مثلا عامل 100,000 كيلو والعب في العداد اخليه مثلا عامل 10,000 كيلو. شايفين الحاله دي او الموتور ده؟ اسمع صوت الموتور كده وقول لي رايك. حاله بصراحه الموتوسيكل ده ممكن يكون عامل 50,000 كيلو، بس حاله شاذه، حاله محترمه جدا جدا جدا، حاله ستوك، مفيش اي لعبه او اي تعديلات في الموتوسيكل. وبصراحه ده اللي عجبني من الراجل ده، ان هو راجل محترم وحب يمشي شرعي، قال لك انا مش هلعب في اي حاجه، انا الموتوسيكل زي ما جاي هطلعه، الموتوسيكل جاي عامل 50,000 كيلو، عامل 100,000 كيلو، عامل كيلو واحد هطلعه، مش هلعب في العدادات والشغل اللي مش شرعي هعمله، الشغل اللي مش شرعي ده انا مش هعمله نهائي. وبصراحة جايب شوية شغل بقى تشكيلة كده محترمة، جايب سوزوكي بيبي كينج 2008، جايب هوندا سي بي ار 1000، حاجة برضو حالة محترمة جدا، موتوسيكل محترم وحالة محترمة. اسمع برضو صوت الموتوسيكل اللي قدامنا ده وقول لي رأيك. صوته محترم، موتوره ناعم، مفيهوش أي مشكلة، برضو موتوسيكل ستوك. أهم حاجة إن هو جايب موتوسيكلات مفيهاش لعب كتير وتعديلات كتير، دي أهم شيء عندي، لأن بصراحة إحنا بيجيلنا موتوسيكلات ملعوب فيها البخت زي ما بيقولوا، يعني ملعوب فيها كتير جدا. واهم شيء سالته فيه بقى هو الاسعار، الاسعار هتكون ايه؟ قال لي انا هطلع اسعار محدش هيطلعها، هطلع اسعار محترمه جدا، اسعارها تكون منافسه. واهم شيء اللي اهم من الاسعار حالات الموتوسيكل، يعني حاله الموتوسيكل تكون حاله محترمه، مفيش اي لعبه او اي مشكله في اي موتوسيكل اللي هاخده. موتوسيكلات هورنت وسوزوكي بيبي كينج وسكوتر ياماها تو ماكس، لا جايب حاجات تشكيله، وجايب موتوسيكل بقى موتوسيكل جامد جامد قوي 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 بصراحه. يعني انا من الناس اللي عشاق الموتوسيكل ده في مصر، بالرغم ان هو قليل جدا ان انا الاقي موتوسيكل زيه، موتوسيكل جامد جامد بصراحه. دي برضو حاله موتوسيكل، الموتوسيكل ده جاي فيه خبطه في التانك، خبطه صغيره، وبتكلم معاه بقول له ما نعملها عشان بس نحافظ على الموتوسيكل ده او نبيعه، قال لي استوك، انا مش هعمل اي حاجة، انا هبيع الموتوسيكل على وضعه. ودي الثقة ودي الامان، ان انا ملعبش في الموتوسيكل، مش هجيب الموتوسيكل افراج جمركي والعب فيه واعمل شغل ادمر الدنيا ازعل حد. يا عم ده خبطة في التانك صغيرة كده مش هتصرف علينا 300 400 جنيه ونرش التانك،
قال لي لا وضعه، انا مش هلعب في حاجه، انا زي ما اجيب الحاجه زي ما هبيعها. نوصل بقى لاهم موتوسيكل، بصراحه عجبني انا بقى في التشكيله دي، عجبني انا شخصيا، ممكن ما يعجبش ناس كتيره. سي بي اف 600 موتوسيكل انجكشن، من افضل الموتوسيكلات بصراحه اللي جربتها في حياتي العمليه. يعني انا ركبت موتوسيكل زي ده كده، موتوسيكل محترم جدا، قعدته مريحه جدا، تبريد الموتوسيكل ده ناس كويس جدا، يعتبر كاد ان هو ما يكونش بيسخن، ما بيمسكش حراره. يعني الموتوسيكل الوحيد ده او الموتور الوحيد ده على السي بي اف، الموتوسيكل ما بيسخنش. الموتوسيكل ده حالته بصراحه حاله محترمه جدا. يمكن انتوا سامعين صوت الموتوسيكل، لا موتوسيكل حاجه محترمه قوي قوي قوي. هو حاجه زي الهورن كده بالظبط، يعتبر موتور الهورن، بس الموتوسيكل ده في السفر والمشاوير الطويلة قعدته حرفيا مريحة جدا مع الجدون بتاعه العالي. لا الموتوسيكل ده حاجة مختلفة وتجربة أداء مختلفة جدا. الناس اللي ما ركبتش الموتوسيكل ده خسرت كتير جدا، اللي هو السي بي اف، موتوسيكل من افضل الموتوسيكلات اللي جربتها في حياتي. نرجع بقى للتشكيله بقى بتاع الموتوسيكلات ديت، اسعار الموتوسيكلات ديت هتكون اسعار محترمه جدا واسعار منافسه. اسعار في الموتوسيكلات اللي احنا شفناها دي، الاسعار هتبدا من 60 و65 الف جنيه وانت طالع. في حالات تستاهل، في موتوسيكلات، يعني في موتوسيكل سوزوكي بيبي كينج محترم جدا، في موتوسيكل هورنت 2006 حاجه، يعني بصراحه انتوا شايفين الحاله، في كذا موتوسيكل هورنت حاجات محترمه جدا. خلي بالك هتيجي انت تسمع اسعار في الهورنت دي بره عند اي حد، هتسمع من 85 الف جنيه وانت طالع. لا في اسعار كويسه جدا، في عروض، في خصومات، فيها حاجات شغل كده. الراجل ده هيعمل شغل جامد، وفي شغل جديد جاي، يعني هيجيب شغل جديد كمان غير الشغل ده، وهيجيب حالات احسن من كده كمان. بقول له انت هتعمل بصراحه طفره في سوق المستعمل او في سوق المستورد، الموتوسيكلات اللي بتيجي استيراد خارج في مصر، نجيب موتوسيكلات بالحاله ديت لا، وبالاسعار ديت لا، ده حاجه محترمه جدا. نوصل لاهم حاجه بقى في الفيديو ده، اتمنى الناس دعمنا بلايكات عشان نعمل لكم ريفيوهات على كل موتوسيكل من ده لوحده. كل موتوسيكل من الموتوسيكلات اللي انت شفتها ديت هنعمل له ريفيو خاص به. الموتوسيكلات ديت زي ما انتم شايفين الحالات عامله ازاي، تستاهل ان احنا كنا نعمل عنها ريفيوهات، تستاهل ان احنا نتكلم عنها كتير. هعمل لكم ريفيوهات تفصيليه عن كل موتوسيكلات من الموتوسيكلات اللي انت شوفها دي. وطبعا لو عندك اي تعليق اكتبه في التعليقات واحنا هنرد عليك. ناخد المجال ده بقى ونجيب لكم حاجات ياباني وحاجات معديه ولا ايه؟ لان الموتوسيكلات دي بصراحه حاجات زي ما انتم شايفين كده، حاجات تعتبر A1. نتمنى الدعم من الناس، اللايكات والاشتراك في القناة، ولو عندك اي تعليق اكتبه في التعليقات، وشكرا.